احكي لي على فيروس نيبا القاتل. نيبا، فيروس نيبا القاتل اللي يقتل يعني تقريبا من 40% الى 70% من ضحاياه. فلذلك ديروا بالكم يا اخوان من فيروس نيبا في دول قربكم. المصيبه الجديده هذه واقوى من فيروس كورونا، ويقول لك متحور 100% وما يفيد وياه. يعني هاي الكمامات لو تلبس 10 واحد فوق الثاني ما يفيد، ولا المعقم ولا الشفوف ولا المسافات الاجتماعيه. وين نروح؟ وين؟ انه بجانا نيبا يا ناس يا عالم، شويه اخذوا الموضوع بجديه رجاء. نيبا ترى مو لعبه، نيبا جاينا، نيبا وصلنا، نيبا وصل راس الشارع، وصل نيبا وصل للباب وراح يطب لنا للبيت. نيبا انت شو تحصل من تخرع العالم؟ لا تظلوا تخرعون العالم، هدوا بهدايا العالم. بس ادفتهم انت شو تحصل من تخرع العالم؟ زين يعني ما اعرف، هسه دخلت على الفيسبوك الفلان يحذر من فيروس جديد وهذا يحذر من فيروس جديد. الفيروس المعني اسمه نيبا، فيروس نيبا اسمه او الصنف مالته بيكس ترانسميتد ديزيز، يعني الفيروسات المنتقلة عن طريق اكل اللحم الخنزير، يعني ما يصيب احد من الشرق الاوسط او المسلمين تحديدا. لا تظلون تخرعون العالم، هدوا العالم. الفقراء ترى ما يعرفون هاي الشغلات. نيبا ما يصيب المسلمين، يصيب فقط الناس اللي تاكل لحم الخنزير. تحياتي للجميع. نيبا اسم، شنو اسم الفيروس؟ نيبا هو اسمه ما يخوف. نيبا تحسه يعني فارغ. نيبا صدق، قلت الاعلام ليش قاعد تخوفون بالعالم؟ هاي سمعت الدكتور يقول لك اصلا ما له علاقه وما يوصلنا، والبيئه العراقيه حتى منظمه الصحه العالميه قالت البيئه العراقيه غير ملائمه لاحتضان فيروس نيبا.